بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم أعزائي الطلاب، طلاب جامعة الجميع الذكية قسم ماجستير الأمن السبراني المستوى الأول. في البداية أرحب بكم، وفي مستهل جلستنا الأولى ولقائنا الأول هتحدث عن Orientation Show about the Cyber Security Fundamentals، أو ما نسميه بعرض توجيهي أو كمقدمة حول مقرر أساسيات سايبر سيكوريتي أو أساسيات الأمن السبراني. الأمن السبراني طبعاً يعتبر ضمن أهم المقررات الأساسية في هذا البرنامج، هو عبارة عن سايبر سيكوريتي فانتمنتالز، ويعتبر المقرر الأول في المستوى الأول. في البداية أرحب بكم مرة أخرى وأبدأ مع حضراتكم في معلومات حول مدرس المقرر. إن شاء الله معلومات بسيطة، أنا حكون معكم خلال هذا الفصل الدراسي دكتور رضوان محمد أحمد سعد، رئيس قسم الأمن السبراني في كلية المعلوماتية جامعة الجميع الذكية. تخصص الدقيق هو عبارة عن Information and Network Security and Cyber Security. وبالضبط في رسالة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة العلوم الماليزية في 2016، التخصص الدقيق هو عبارة عن الإنترنت Infrastructure Security، أو ما نسميه بأمن البنية التحتية الخاصة بالإنترنت. حاصل على شهادة الدكتوراه كما قلنا من جامعة العلوم الماليزية في 2016، والماجستير والبكالوريوس من جامعة سانت بطرسبورغ في روسيا في 2007. لدي خبرة كبيرة في تدريس مقررات خاصة في السايبر سيكوريتي وفي أمن المعلومات والشبكات. عملت كمدرس مساعد أو أستاذ مساعد في جامعة إب في اليمن في كلية الهندسة. في الوقت الحالي I am postdoctoral research fellow at Computer Engineering Department Faculty of Engineering Cairo University. أعمل حاليا في جامعة القاهرة في كلية الهندسة قسم هندسة الحاسبات، باحث في مجال الأمن السبراني، أو بالضبط في مجال Internet of Things Security، أو ما نسميه بحماية إنترنت الأشياء. My research interests include cyber security, Internet of Things security, intrusion detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IBS) and IP version 6 security. الاهتمام البحثي يشمل أمن السايبر سيكوريتي أو الأمن السبراني، أيضا أمن إنترنت الأشياء، أنظمة كشف التسللات وأنظمة منع التسللات، وأمن شبكات الحاسبات أو شبكات الإنترنت النسخة السادسة. للوصول إلي من أجل الاستفسار، سواء كان حول معلومات أو مشاكل أو بيانات في القسم، تستطيع الوصول إلي بإحدى الطريقتين، إما عن طريق البريد الإلكتروني الموضح أمام حضراتكم وهو rdwan@asu.ac.ae. وإذا كان هناك لديك أي استفسارات حول المقرر تستطيع مراسلتي عبر الإيميل، ولكن في عنوان الرسالة اكتب Cyber Security Fundamentals حتى يتم تمييزها من الرسائل الأخرى. طبعا من المعروف أن سياسة جامعة الجامعة الذكية أن توفر للطالب المحتوى العلمي كمحاضرات مسجلة يستطيع الطالب الوصول إليها في أي وقت. إضافة إلى ذلك، من أجل مناقشة محتوى المحاضرة ومناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة للطالب في المحاضرة المسجلة، لدينا ما نسميه باللايف سيشنز، أو ما نسميه بجلسات النقاش. جلسات النقاش هي تتم أسبوعياً على الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء عبر برنامج الزوم، والذي سوف يتم مشاركة رابط حلقة النقاش
مع حضراتكم على صفحات المودل الخاص بالطالب. كذلك سيتم نشرها أيضا في مجموعات التواصل الخاصة بالطلاب. للاستفسار حول المحاضرات المسجلة ممكن للطالب حضور جلسة النقاش للاستفادة أكثر، وإذا كان هناك لديه أي استفسارات أخرى. طبعا لدي خبرة كبيرة في مجال البحث العلمي في مجال السايبر سيكوريتي والإنفورميشن ونتورك سيكوريتي، لدي العديد من المقالات العلمية المنشورة تستطيع الوصول إليها عبر جوجل سكولرز من هذا الرابط، أو ابحث عن رضوان سعد هتلاقي إيش البيانات الخاصة أو بالأبحاث العلمية المنشورة، أو في موقع سكوبس أو في موقع أوركس آي دي، أو هناك مواقع أخرى كثيرة لم يتم تضمينها هنا تستطيع البحث عنها والوصول إلى جميع إيش البيانات الخاصة بأونلايت، كذلك الأبحاث العلمية والجامعات التي يعمل فيها والكورسات المنشورة أيضا والمؤتمرات العلمية. ننتقل الآن لنتكلم عن مختصر أو introduction about the course cybersecurity fundamentals. طبعا المقرر الذي سوف يتم تدريسه في هذا الفصل هو مقرر سايبر سيكوريتي فاندمنتالز أو أساسيات الأمن السيبراني كما ذكرنا سابقا. ممكن بشكل بسيط أعطيك معلومة حول السايبر سيكوريتي كتعريف والمجالات وأهمية الأمن السيبراني لدقيقتين أو ثلاث، ممكن تطول إلى خمس دقائق، إن شاء الله حنحاول نختصر لأنه حيتم شرحها إن شاء الله بالتفصيل خلال المحاضرات القادمة. ما هو الأمن السيبراني بشكل عام؟ طبعا لدينا دائما ما نسميه بالسيستمز أو المعلومات، أو ما نسميه عفوا بالأنظمة. سيستمز الأنظمة، سواء كانت أنظمة الحاسبات أو أنظمة إدارية للمؤسسات، هذه ما نسميه بإيش؟ بالسيستمز. لتبادل المعلومات دائما نحتاج إلى ماذا؟ إلى شبكات، ولمعالجة البيانات تحتاج إلى إيش؟ أجهزة الكمبيوتر. إذن أنظمة، والأنظمة مهمتها هي عملية إدارة إيش؟ المؤسسات أو إدارة الأجهزة. فنظام التشغيل Operating System كويندوز يعرف على أنه مجموعة من البرمجيات التي تستخدم لإدارة والتحكم بماذا؟ بمكونات جهاز الحاسب المادية وإيش؟ والبرمجية، لذا عبارة عن Software and Hardware. بينما الأنظمة الخاصة في إدارة المؤسسات، إدارة إيش؟ إدارة المنتج، إدارة أقسام المؤسسة وغيرها. كما قلنا أيضا للتبادل البيانات تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى ما نسميه بالترانسميشن ميديوم أو ما نسميه بالوسط الناقل. والوسط الناقل هنا هي عبارة عن الشبكات المحلية أو شبكات الإنترنت أو غيرها. ولمعالجة البيانات للقيام بالعمليات الحسابية نحتاج إلى ماذا؟ أجهزة حاسبات للوصول إلى الهدف المعين. إذن يعرف الأمن السيبراني بأنه عملية حماية هذه الأنظمة وهذه الشبكات وأيضا أجهزة الحاسبات. ماذا يتم حمايتها؟ من جميع أنواع الهجمات الرقمية المختلفة. عندنا هجمات سواء كان رقمية أو أخرى كما سيتم ذكرها لاحقا. هنا الأمن السيبراني يختص بهذا إيش؟ بهذا النوع، حماية أجهزة الحاسبات، حماية الشبكات، حماية الأنظمة من الهجمات الرقمية والإلكترونية، أيضا منع الوصول الغير المصرح به إلى هذه البيانات. فلو تكلمنا عن المجالات المختلفة للسايبر سيكوريتي، عندنا مجالات كثيرة، من ضمنها أن السايبر سيكوريتي يهتم في حماية الأبليكيشنز، ونسميه عبارة عن أبليكيشن سيكوريتي، أي برامج تطبيقية كبرنامج مثلا البراوزرز كجوجل كروم أو البرامج الأخرى التي تستخدم في عملية الشاتينج، في نقل البيانات، في عملية الاتصال وغيرها، هذه عادة نسميها ماذا؟ عبارة عن applications. الأمن السيبراني يهتم في هذا إيش المجال، يهتم في information security حماية البيانات والمعلومات، يهتم أيضا في حماية الشبكات، ويهتم أيضا في حماية ماذا؟ معالجة البيانات أو نسميها بالoperational security. كما قلنا في جهاز الحاسبات يتم معالجة البيانات أثناء عملية المعالجة باستخدام المعالجات
وتكون البيانات موجودة في الميموري، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حماية. الشبكات بشكل عام والشبكات العامة كالإنترنت تمام تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حماية. في الأمن السيبراني أيضا يهتم بهذا النوع من أنواع المجال. ما نسميها بالإنفورميشن كوميونيكيشنز تكنولوجي، إذن ما نسميها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو عبارة عن مجال تحتاج إلى حماية لأنها عبارة عن المصدر الأساسي للبيانات أو توزيع البيانات والمعلومات، فتحتاج إلى حماية. Internet of Things Security أو إنترنت الأشياء، إنترنت الأشياء معروفة أن هذا المجال مجال متطور وهو ضمن المجالات الأكثر انتشارا في الوقت الحالي. الاستخدام المنزلي لجميع الأجهزة الإلكترونية والتحكم فيها عن بعد والوصول إليها أيضا عن بعد، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حماية، فهذا أيضا مجال آخر ونسميه بالـ IoT Security. أيضا اليوزرز يعتبر الحلقة الأضعف الذي دائما يحتاج إلى education، يحتاج إلى التعليم في مجال كيفية استخدام الأجهزة، كيفية استخدام الأنظمة بطريقة صحيحة، كيفية تأمين المحتوى والبيانات والمعلومات، هذا أيضا مجال آخر من مجالات السايبر سيكوريتي. فلاحظ أن السايبر سيكوريتي يشمل مجالات كثيرة ومختلفة وغيرها. طيب، فما أهمية الأمن السيبراني؟ هناك أهمية تم مثلا هنا حصرها في بعض النقاط، إلا أن هناك نقاط كثيرة من ضمنها حماية المعلومات الحساسة من السرقة، التصدي للفيروسات والبرامج الضارة، الحد من الجرائم الإلكترونية، منع الخسائر المالية، وحصول مواقع الويب على المصداقية أي تكون موثوقة أثناء الوصول إليها، الدفاع عن المعلومات أمام هجمات خرق البيانات مثل البنتريشن تيستينج، توفير أموال الشركات والمؤسسات التي يتم مهاجمتها والحصول عليها بطريقة غير قانونية. طيب، إذن ما هو الهدف الأساسي من هذا الكورس؟ عبارة عن Fundamentals of Cyber Security أو Cyber Security Fundamentals. Provide students with concept of computer security، حماية الحاسبات، كريبتوغرافي، علم التشفير، و Secure Protocols، حماية البروتوكولات المستخدمة في نقل البيانات. معرفة البروتوكولات عبارة عن مجموعة من الرولز، مجموعة من القواعد التي تنظم نقل البيانات من Source إلى Destinations. Detection and Prevention الذي عبارة عن اكتشاف وحماية الأنظمة والشبكات والحاسبات من الهجمات المختلفة عن طريق الـ IDS and IBS، حنذكرها إن شاء الله. And other security techniques، هناك تقنيات كثيرة مثل الـ IP Secure المستخدمة في حماية الشبكات، خاصة الـ IP Version 6، وأيضا ماذا؟ البريد الإلكتروني وغيرها، كلها إن شاء الله حنتطرق إليها خلال هذا الفصل الدراسي. ما هو مصادر التعلم؟ طبعا كما قلنا مصادر التعلم مختلفة. ماجستير الأمن السيبراني في جامعة الجامعة الذكية يقدم مصادر مختلفة، من ضمنها كما قلنا اللغة عبارة عن المحاضرات المسجلة، إضافة إلى ذلك اللايف سيشنز مع أعضاء هيئة التدريس كلهم ذو خبرة في هذا المجال. أيضا عندنا ما يسمى بالمراجع الأساسية. في هذا المقرر عندنا مرجع أساسي نسميه Cyber Security Fundamentals A Real World Perspective. هذا المقرر أو هذا الكتاب موجود على صفحة المقرر في الموضل، تستطيع الحصول عليه وتنزيل هذا الكتاب حتى يكون هناك عندك مراجع معتمدة من القسم. طبعا ينصح أن يكون طالب الماجستير لديه مصادر مختلفة للمراجع، فهنا أهم أنواع المراجع استخداما في هذا المقرر Cyber Security Fundamentals الأول، وعندنا أيضا Cyber Security Essentials، بينما المقرر الأساسي هو عبارة عن Cyber Security Fundamentals A Real World Perspective. طيب، إذن عدد الساعات المعتمدة هي عبارة عن 3 ساعات معتمدة لهذا المقرر. كما قلنا تستطيع الحصول على هذا الكتاب من صفحة المقرر في الموديل الذي يكون فيه جميع الماتريالز الخاصة بهذا المقرر. إذن what this course is about، كما قلنا
هذا الكورس هو يرشد الطالب ويعطيه أساسيات ومفهوم والتقنيات في مجال Protecting Information Systems، حماية أنظمة المعلومات، أيضا IT Infrastructures، البنية التحتية لتقنية المعلومات تحتاج إلى حماية، وهنا حنتكلم عن هذا الموضوع. Analyzing and Monitoring Potential Threats and Attack، عملية تحليل ومراقبة التهديدات المحتملة أيضا والهجمات إيش المحتملة، وما هي البنية التحتية أو التركيبة أو الهيكلية الخاصة في هذه إيش الهجمات، أيضا ما هي أنواع الحلول التي يتم تنفيذها من أجل ماذا، إصفاء أو إضفاء ما نسميه بنوع من الحماية لهذه إيش الأنظمة أو البنية التحتية. طيب خلال هذا الفصل الدراسي إن شاء الله حيكون عندنا عدد 10 محاضرات أساسية موزعة كالتالي. في المحاضرة الأولى حنأخذ Introduction to Network Concepts، لأنه كما قلنا حتى يكون هناك عندك معرفة في السايبر سيكوريتي، تبدأ في السايبر سيكوريتي لابد أن يكون عندك background about the networks concepts. لذلك حنعطي المحاضرة الأولى كأبديت حول ماذا، أساسيات شبكات الحاسب. في المحاضرة الثانية Introduction to Cyber Security Concepts، المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالأمن السبراني. في المحاضرة الثالثة حنتكلم عن الهاكرز and Cyber Crimes، أو نسميه بالجرائم السيبرانية وأيضا الهاكرز أو المهاجمين أو القراصنة. حنتكلم في المحاضرة الرابعة حول المالوير، وهي عبارة عن البرامج الخبيثة، تصنيفتها وأنواعها وتأثيرها على أنظمة التشغيل والشبكات وغيرها. في المحاضرة التالية حنتكلم عن أنواع الهجمات بشكل عام، والتي تم تصنيفها في المحاضرات السابقة. في المحاضرة السادسة حنتكلم عن How to secure your computers، ما هي الستيبس، ما هي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسبات. ثم حنتكلم عن Password Management، محاضرة كاملة حنتكلم عن كلمة المرور لما تحتله من أهمية كبيرة في مجال السايبر سيكوريتي، فنريد إلى عملية كيفية إدارة هذه كلمة المرور بطريقة صحيحة والتعامل معها بحذر، سواء في السوشيال ميديا أو أثناء عملية البراوزينج في الانترنت. في المحاضرة الثامنة حنتكلم عن Prevention from Cyber Attack، كيف يتم الحماية ضد الهجمات السيبرانية. حنتكلم عن الـ IDS and الـ IBS، الذي عبارة عن Intrusion Detection System and Intrusion Prevention System، إضافة إلى أهم أنواع التقنيات المستخدمة في حماية الشبكات مثل الفايروولز أو ما نسميه بالجدار الناري، وكيف يتم عمل الكونفيجريشن الخاصة في هذه الأنظمة. فايروولز سواء كان الفايروولز القديم أو نيكس فايروولز، الذي هو عبارة عن الفايروولز التالي ما نسميه أو الحديث أو القادم، هذا يحتاج إلى شرح كثير، إن شاء الله حنفرد له محاضرة كاملة تتكلم عن البريفينشن، حماية الأنظمة والشبكات from the cyber attacks. في المحاضرة التاسعة حنتكلم عن wireless network security and mobile devices security، حماية الشبكات اللاسلكية، وهي أكثر أنواع الشبكات استخداما من قبل اليوزرز طبعا، والتي عادة تحتاج إلى معرفة طرق حماية هذه الشبكات ضد الاختراقات خاصة في الاستخدام المنزلي. ثم حنتكلم في المحاضرة العاشرة about the secure online shopping، كيف يتم عملية التسوق الإلكتروني بطريقة آمنة، إضافة إلى cyber security standards أو ما نسمي بالمعايير الأساسية الخاصة في cyber security. إذن هنا عندنا مجموع 10 محاضرات إن شاء الله لعشرة أسابيع في هذا الفصل الدراسي. طبعا بالنسبة لعملية التقييم، كما هو واضع في نظام الجامعة أن لكل محاضرة عندنا ما نسميه بالشورت إكزامز. عدد المحاضرات هو عبارة عن 10 محاضرات، يعني كل أسبوع عندنا محاضرة. لكل محاضرة شورت إكزامز أو ما نسميه بالامتحانات القصيرة،
والامتحانات القصيرة هي عبارة عن 8 أسئلة، لكل سؤال عبارة عن 8 درجات بمجموع 80% من مجموع الدرجات، أي أن يستطيع الطالب الحصول على درجات جيد جدا طبعا دون دخول الامتحان النهائي إذا تمت المواظبة والدخول على هذه الامتحانات 10 أسبوعيا. إذا كل أسبوع لديك عبارة عن امتحان، تستطيع هذا الامتحان هو خاص في المحاضرة في ذلك الأسبوع فقط. إذا معناته هنا هيكون من السهل جدا إنه يتم الطالب مراجعة المحاضرة فيما خلال الأسبوع ثم دخول الامتحان الخاص في هذه المحاضرة والحصول على هذه الدرجة. طبعا دائما ننصح الطالب أنه لا يدخل الامتحان الشورت إكزامز الخاصة بالمحاضرة إلا بعد الاطلاع على الليكتشر ريكوردد أو المحاضرة المسجلة وحضور جلسة النقاش مع أعضاء التدريس حتى يكون هناك فهم أعمق للمحاضرة ثم دخول إيش الامتحان. الفاينل إكزامز أو ما نسميه بالامتحان النهائي عليه 20 درجة. هنا في الأسبوع الثاني عشر هنا لدينا إيش امتحان كما هو موجود في التقويم الأكاديمي الذي إيش سوف يتم نشر الطلاب خلال الموديل أو مجموعات التواصل مع الطلاب أو في موقع الجامعة. تستطيع الوصول إلى بيانات الخطة الدراسية وأيضا التقويم الأكاديمي على موقع الجامعة الرسمي. إذن هنا مجموعة الدرجات هي عبارة عن 100 درجة، تم توزيعها 80% للشورت إكزامز خلال الفصل الدراسي و 20% الفاينل إكزام في نهاية الفصل الدراسي. طبعا لكل مقرر لديه ما نسميه بالليرنينج أوتكامز أو مخرجات التعلم. طبعا after completion of this course the students should be able to، بعد الانتهاء من هذا الكورس يستطيع الطالب أو يمتلك الطالب المهارات التالية: understand and identify various network technologies، أن يقوم بعملية فهم وتحديد التقنيات المختلفة الخاصة في الشبكات، كذلك cyber attack and its issues، أيضا الهجمات السيبرانية وكذلك القضايا أو المسائل الخاصة في هذا إيش في هذا المجال اللي عبارة عن سايبر أتاكس، وكذلك بالنسبة للنتورك تكنولوجيز. فكما قلنا أن معرفة الشبكات والهيكلية الخاصة بالشبكات والنتورك إنفراستراكشرز البنية التحتية تسهل للطالب حماية هذه إيش الشبكات والمعلومات. أيضا understand the cyber crimes and origin of malwares، فهم ما نسميه بالجرائم الإلكترونية وأيضا كيفية تتم عملية إنشاء البرامج الخبيثة وأيضا إيش مصادرها وكيفية تتم إيش حماية هذه إيش من ضد هذه الهجمات، سواء كان عبارة عن مالوير أو نسميه بالمالشيوس عادة البرامج الخبيثة أو ما نسميه بالسايبر كرايمز الذي عبارة عن الجرائم الجنائية السيبرانية. لابد أن يكون عندك أيضا خلفية في عملية تحديد وتقييم ما نسميها بالinformation security threats التهديدات الأمنية لإيش للمعلومات، وكذلك vulnerabilities أو ما نسميها بالثغرات، يكون عندك الطريقة في عملية تحليل والوصول إلى هذه الثغرات وكيفية التعامل معها، أيضا وضع الآليات الخاصة لإيش للحماية ضد هذه الثغرات والسيناريوهات إيش المطلوبة. لابد أن تتعلم كيفية حماية البروتوكولات المستخدمة في ماذا؟ في نقل البيانات من السورس إلى الديستنيشن. معروف إنه في شبكات الحاسبات يتم نقل البيانات معتمدين على إيش بروتوكولز، وهذه البروتوكولز تحتاج عادة إلى بورتس أو ما نسميها بالمنافذ. لابد أن يكون عندك البيسكس المعلومات الأساسية حول هذه البروتوكولات وكيفية يتم إيش حمايتها ضد ماذا؟ ضد التهديدات. الطالب لابد أن يستطيع تحديد ومعرفة وتحسين دائما الآليات والسيناريوهات الخاصة في حماية إيش المعلومات. أيضا لابد أن يكون القدرة على عملية تطوير هذه إيش المعلومات
من أجل حماية ماذا؟ كما قلنا الانستركشرز أو البنية إيش التحتية. للطالب لابد أن يكون لديه القدرة على ماذا؟ ريكوجنايز أو عملية التعرف ووضع الحلول المناسبة ضد ماذا؟ ضد ما نسميه بالانفورميشن سيكوريتي ريسكس، الذي عبارة عن المخاطر الأمنية للمعلومات. معرفة وتحديد هذه المخاطر لابد أن يكون هناك عندك ريسبونس أو اتخاذ الأكشن أو القرار، إضافة إلى وضع الحلول أو ما نسميها بالريكوفري أو عملية الاستعادة أو التعافي. إذن عندك خطوات معينة، وهو عملية ريكوجنايز الذي عملية التعرف على الانفورميشن سيكوريتي ريسك، ثم ريسبونس عملية الرد، ثم ماذا ريكوفري أو ما نسميه عادة بعملية الاستعادة أو التعافي، سواء كان من التهديدات الداخلية الخاصة في الشبكات أو التهديدات الخارجية أو ما نسميه بالناتشورال ديزاسترز الذي عبارة عن الكوارث الطبيعية. مصادر التهديدات كما سيتم ذكرها في محاضرات قادمة مصادر مختلفة لابد أن تتعرف عليها حتى يتم حفظ البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة. إذن هنا للطالب لابد أن يكون لديه أيضا معرفة حول كما قلنا نتورك تكنولوجيز، وهكذا تستطيع عملية وضع ومساعدة وتقييم ما نسميه بالأكسس كنترول أو التحكم بالوصول إلى البيانات والمعلومات بوضع البروفليكس أو الصلاحيات أو السماحية للوصول إلى هذه البيانات والمعلومات. كل هذا عبارة عن ما نسميه بالأوتكومز أو مخرجات التعلم لهذا المقرر. رأيوا أنه إن شاء الله حتستفيدوا من هذا المقرر بشكل كبير، وحيكون لديك القدرة في عملية تطبيق كل ما تم ذكره هنا. بهذا تقريبا وصلنا إلى نهاية الانترودكشن أو مقدمة about this course. طبعا حيكون عندنا جلسات كما قلنا ومحاضرات مسجلة إن شاء الله خلال هذا الفصل الدراسي. حنتكلم بشكل أكثر وبشكل موسع في هذا في هذا الجانب. طبعا حكون إن شاء الله في انتظاركم طبعا كما قلنا في يوم الثلاثاء على الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية لمناقشة محتويات المحاضرة، وأيضا إذا كان عندكم أي استفسارات حول المقرر أو حول المحتوى. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في ذلك الوقت، نترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.